نبدأ مع حضراتكم أخبارنا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي نشر تقرير سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الفترة من 6 يونيو لحد 2 يوليو، واللي تضمنت الموافقة على مجموعة من القرارات والاجتماعات المهمة اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة طبعا لعدد كبير من الأنشطة نتابعها في هذا العرض.